بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعين الأفاضل مع انطلاقات المتواصلة بأشواط الأصالة والتراث، بأشواط رياضة الأباء والأجداد، رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. نتابع التحدي وانطلاقتنا مع الشوط الثامن للإجداع القعدان، ينطلق بهذه اللحظات مع هذه التحديات والمنافسة مع التحدي والانطلاق مع 6 كيلومترات، الرحلة المتواصلة مع هذه الشعارات الباحثة عن النصر والناموس. سيارة مشاهدينا الكرام تنتظر صاحب المركز الأول، رصدت من قبل اللجنة المنظمة لميدان الشحنية، ميدان التحدي، ونتواصل مع تحديات الملاك والمضمرين مع هذا الشوط. نتابع المقدمة ونتابع التحديات الأولى. هناك شاهين لخالد بن فلاح بن سعود بن حثلين على المركز الأول، ولكن من يتسلل بدوره إلى المقدمة؟ هناك براق أحمد بن حارب بن أحمد المهيري مع المقدمة ومع بداية التحدي، بينما المركز الثاني هنا التحديات المتواصلة مع الملاك والمضمرين المتنافس. شعار بالحول على المركز الثاني يشارك بتحديات هذا الشوط وبهذه المنافسة المشرفة. نتابع التحدي مع الأسماء اللامعة والمشاركة بهذا الشوط باحثة عن السيارة وعن الناموس. المركز الثاني هنا من تسلل بدوره إلى مقدمة الشوط، إلى أول المراكز الهزاز، محمد بن سهيل بن عويضان العامري يتسلل بدوره إلى المقدمة وإلى التحديات الأولى. المركز الثاني براق أحمد بن حارب بن أحمد المهيري مع المركز الثاني. المركز الثالث نقلتنا مباشرة مع حبشان لسيب بن فحيل بن حاي بن غانم المزروعي، ولكن من غير بهذه اللحظات واحتل المركز الثالث وبدأ يتسلل بدوره من مركز إلى مركز. أشكر وتعود ملكيته لعلي بن مانع بدواس العجمي مع المقدمة ومع التحديات الأولى، يشارك عبر المركز الثالث وبدأ يتسلل من موقع إلى موقع بهذه اللحظات. الأشكر مبارك بن علي بن مانع بودواس العجمي يتواجد بهذه اللحظات ويتسلل بدوره إلى المقدمة، بينما المركز الرابع هنا تواصلنا وتحدياتنا مع حبشان الذي وصل على المركز الرابع. سيف بن تعيلب الحاي المزروعي يتواصل مع المركز الرابع أم المركز الخامس. هناك المشاركة مع معزز خليفة بن محمد بن جابر المطيوعي المنصوري يتواصل واجد بهذه اللحظات عبر المركز الخامس بهذه المنافسة المشرفة. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المسيطرة على دائرة النداء بنداءنا الأول الذي اتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام للخمس المراكز المسيطرة على دائرة النداء والمتنافسة من أجل تحقيق الإنجاز. نعود مع البداية، نعود مع التحديات الأولى ومع الأشكر الذي تسلل إلى مقدمة الشوط. مبارك بن علي بن مانع بودواس العجمي يشارك مع التحديات الأولى ومع الانطلاقة الأولى بمشاركته الفعالة على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني هنا الملاحقة مع التحديات ومع المنافسة. هنا عناد أحمد بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي عبر المركز الثاني يشارك ويصل مباشرة إلى موقع التحدي والمنافسة. المركز الثالث نسير ونتابع الهزاز، محمد بن سهيل بن عويضان العامري يشارك بتحديات الهزاز على المركز الثالث. المركز الرابع هنا يتقدم حبشان بهذه اللحظات، سيب بن ثعيل بن الحاي المزروعي يشارك بتحديات حبشان على المركز الرابع. وخامسا هنا الانطلاق والتحدي مع براق حميد بن حارب بن حميد المهيري يتواجد مع المركز الخامس. هذه نتيجة
تحياتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المنطلقة والمتواجدة بتحديات هذا الشوط المتنافسة من أجل الفوز ومن أجل الناموس. نعود مع التحدي، نعود مع البداية، نعود مع الإبداع والإمتاع بهذا الشوط وبهذه المنافسة المشرفة التي تجري عبر أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نسير ونتابع المقدمة، نتابع التغيرات مع عناد الذي يعاند في مقدمة الشوط، أحمد بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي مع البداية ومع التحديات الأولى، ينطلق مع المركز الأول ويتسلل مباشرة إلى المقدمة وإلى تحديات هذا الشوط. المركز الثاني هنا يتقدم الأشقر بشعار مبارك بن علي بن مانع، بودواس العجمي يشارك بتحديات الأشقر على المركز الثاني. المركز الثالث هناك وصل مطفي عبد الله بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي مع المركز الثالث، ورابعا وصول حبشان سيب بن ثعيل بالحاي المزروعي يشارك بتحديات حبشان على المركز الرابع بهذه المنافسة المشرفة والتحديات الأولى. بينما المركز الخامس هناك التواجد مع الهزاز محمد بن سهير بن عويضان العامري يشارك بتحديات هذا الشوط ويشارك ويتواجد مع الهزاز على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز الأولى المسيطرة والمتألقة والمتميزة في بداية هذا الشوط، في بداية المنافسة وفي بداية التحدي. بهذه اللحظات وصلنا إلى الكيلوين الأخيرة الذي تفصلنا عن السيارة وعن الناموس والتحديات مع المقدمة، وهناك عناد ما زال معاندا وما زال متربعا على صدارة الشوط، ينطلق مع البداية ومع المنافسة. أحمد بن خليفة بن حاسوم الدرمكي يتواجد على المقدمة وعلى التحديات الأولى. هنا من بدأ يتسلل بدوره إلى المركز الثاني مطفي بشعار عبد الله بن سيف بن خليفة العميمي مع المركز الثاني. المركز الثالث الأشقر يتواجد مع مبارك بن علي بن مانع، بودواس العجمي يشارك التحدي ويشارك المنافسة مع المركز الثالث. الثلاث المراكز الأولى الذي انفردت في مقدمة الشوط باحثة عن الناموس وباحثة عن النصر وباحثة عن السيارة التي تنتظر عند خط النهاية. نتابع بقية المراكز ونتابع حبشان عبر المركز الرابع سيب بن ثعيل بالحاي المزروعي مع المركز الرابع، وخامسا هنا الوصول مع سرة لحمدان بن ناصر بن علي النعيمي مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز المسيطرة على دائرة النداء والمتنافسة من أجل تحقيق الإنجاز بهذه التحديات. نعود مع البداية، نعود مع التغيرات. هناك الذي غير بهذه اللحظات مطفي بدأ يتحرك، بهذه اللحظات بدأ يتحرك عندما رأى لوحة الكيلومتر الأخير، لوحة الكيلومتر الخطير. مطفي يتسلل مباشرة إلى مقدمة الشوط. عبد الله بن سيف بن خليفة العميمي يتواصل مع المقدمة ومع التحديات الأولى، بدأ يتحرك نحو الناموس ونحو السيارة التي تنتظر عند خط النهاية. العميمي بدأ يبتعد عن بقية المراكز، ولكن تحركوا الجماعة بهذه اللحظات. حبشان على المركز الثاني، سيب بن ثعيل بالحاي المزروعي، وهنا وصل بهذه اللحظات سرة لحمدان بن ناصر النعيمي مع المركز الثالث. ولكن أعود مع البداية، أعود مع مطفي بدأ يتحرك مع الخمسمائة متر الأخيرة والخطيرة مع بداية هذا الشوط. مطفي واللحظات الأخيرة عبد الله بن سيف النعيمي هو الأقرب لتحقيق الإنجاز مع مطفي الذي تحرك واشتغل بهذه اللحظات مع التحديات ومع المنافسة ومع التحديات. الله 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 الله، حسمها العميمي مع اللحظات الأخيرة وانتصر وفاز بناموس هذا الشوط وحصل على السيارة. تهانينا من هذه اللحظات إلى صاحب مطفي عبد الله بن سيف بن محمد بن خليفة العميمي، من حقق الإنجاز وتحدى وانطلق مع تميزه وإبداعه. مطفي يحقق الإنجاز ويصل إلى خط النهاية ويعلن التهاني ناموس. تهانينا والمبروك عبد الله بن سيف العميمي على فوز مطفي. المركز الثاني حبشان سيب بن ثعيل بالمزروعي، المركز الثالث وصل سرة حمدان بن ناصر النعيمي، المركز الرابع الحنيش لحمد بن سالم بن هادي الفهيدة المري، المركز الخامس
خامسا وصل فلاح لخليفة بن علي بن حمد العطية. مشاهدي الكرام متابعينا في كل مكان بهذه المنافسة المشرفة مع التحديات الأخيرة بهذه اللحظات، هناك مطفي حقق الإنجاز وانتزع ناموس هذا الشوط وانتزع السيارة. تهانينا والف مبروك لعبد الله بن سيبر محمد بن خليفة العميمي على فوز مطفي وتحقيقه للإنجاز مع اللحظات الأخيرة بهذه اللحظات. ها هو ملخص الشوط السابق وتحديات بهذه اللحظات. نتابع التحدي مع مطفي الذي حقق الإنجاز وقطع مسافة 6 كيلومترات بزمن وغدرة 9 دقائق 30 ثانية 10 أجزاء من الثانية. تهاني له مبروك لعبد الله بن سيبر محمد بن ضاحي العميمي على فوز مطفي بناموس هذا الشوط. المركز الثاني وصل مع المركز الثاني حبشام بتوقيت زمن وغدرة 9 دقائق 32 ثانية 80 جزءاً من الثانية. تهانينا والف مبروك للسيب بن ثعيل بالحاي المزروعي. المركز الثالث وصل سرا بتوقيت زمن وغدرة 9 دقائق 34 ثانية 50 جزءاً من الثانية. تهانينا والمبروك لحمدان بن ناصر النعيمي على فوز سرا في المركز الثالث. تهانينا والف